اهلا فيكم بقناة رنا هو. وفيديو اليوم كتير رح يعجبكم وهو خلودة ما يقول لي لا، ممنوع يقول لي لا نهار كامل، وبدي اخذ بتاري منه. بفيديو سابق كنت عم قل له ايه بكل شيء، ممنوع انا اقول له لا بهداك الفيديو يلي مضى، يلي ما شافه يروح يشوفه، خلاني شربه قهوة وخلاني طعمي آيس كريم بعز البرد. فاليوم عن جد بدي أخذ بتاري منه، يمكن تكرهوني على قد ما أعمل وساوي فيه. أكيد آخر الفيديو لحاول عوضه وراضي، لأنه عن جد عن جد بدي إزعجه. لا يفوتكم الفيديو ويلا نبلش. خلودة من شوي رجع على المدرسة وأنا عم بستناه كنت من الصبح، فرايحة هلأ جيب المكمورة تبعه يلي صله عم يصمد المصاري فيها تقريبا شي 6-7 شهور. فأنا هلأ بدي طالعها، هون بخبيها بخزانتي بحطها تحت قال. فهلأ أنا رح طالعها ورح أطلب منه إنه يكسرها. لا مو بس هيك، بده يصرف كل المصاري اللي فيها علي. خلودة شوف شوفي بإيدي مكمورتي. ليش ماما حاملتيها؟ شو بدك فيها؟ خليها جوا، ماما مخباية، ليش عم تلعبي فيها؟ خلودة اليوم الياس داي، أنت بدك تقلي ياس كل نهار، فأنت هلأ بدك تكسر المكمورة وبدك تصرف المصاري علي، اتفقنا؟ خلودة ما بدها زغالة وما بدها زعل، انت هديك المرة قلت لك يس على كل شيء، هلأ دوري. يا الله يا ماما، يعني ما لقيتي غير هاي القصة تطلبيها؟ صلي 6 شهور عم صمد بالمصاري مشان اشتري هداك القطار اللي انا وعدتيني فيه، قلتي لي صمد لتشتري. انا آسفة، بدي اخذ هاي المصاري وبدك تصرفهم علي، ما دخلني. يلا كسرها لشوف، حاول. طيب يلا لحاول، اذا ما انكسرت ساعديني. اخ قلبي انكسر قلبي بدل هالمكموره. يا الله ليك قديش نكتار ماميتو، بكفوا لحق القطار مو؟ قصدك بكفوا انهم تشتري لي فيهم؟ بدي تشتري لي فيهم كفرات لموبايلي، لانه انا ما عندي غير واحد وحاطه عيني على كذا كفر كتير حلوين، بدك تشتري لي اياهم. ولي الواحد بيقول كفر واحد كفرين، انت عم تقولي لي كذا كفر ماميتو؟ اي والله مو غاليين، لا تخاف هدول عاملين عليهم رخصه، فبتشتري كذا واحد. بدي هذا وبدي هذا، تعال نشوف شو بدي كمان. بدي هاد، شوف شو حلو، وكمان بدي هاد. يلا ماما حاجة، هي 4 كفرات بكفي. شو بكفي؟ لسه بدي هذا كمان، لك شو حلو. صحي وللسيارة بدي من هدول، من زمان حاطة عيني عليهم، هلأ اجب وقتهم اني اشتريهم. ولي ماميتو الفاتورة 15 باوند، لح يخص المصاري. يا الله منك يا ماميتو. خلودة سمعاني صوت، يمكن وصل الدليفري. لك وصلوا، يلا تعال نفتحهم سوا. خلص ماما، ليش بدك تحرقي لي قلبي؟ يعني خلص روحي انت افتحيهم لحالك، انا ما دخلني. لا بدك تفتحهم معي، مو اليوم الياس داي، بدك تقلي ياس على كل شيء خلودة، على كل شيء، حتى بتنفسك بدي اتحكم اليوم انا. لك يا سلام شو حلوين، واخيرا هلا انا جبتهم مولدانين هيك، لانه انا وقت كنت صغيره كنت كتير اشتهي اشتريهم وما أحسن. ماما طب احكي كذبة بتتصدق، يعني هدول على زمانك وانت صغيرة ما كانوا موجودين؟ خلودة ليش عطول بتخزيني؟ كنت شوفهم بأحلامي وما كنت أقدر جيبهم. خلص مامي تعترفي انه انت عقلك ما عم يكبر يا قلبي، عادي مامي تعادي، في كتير عالم عقله ما بيكبر بس شكله بيكبر. اي ماشي مثل ما بدك، وانا عقلي صغير وبدي اشتري شغلات مثل تبعات اولاد صغار. شوف هالقطه شو حلوه، اي والله لو صار عمري 100 سنه لحتى ارجع اشتريها، بتطير العقل. لك شوف هذا الصوص شو حلو، بتطير العقل، وانت هيك عم تلعب فيه. يا الله شو حلوين، والله شهيتيني، رحت اشتريتي كل شيء لك. طب تذكريني بواحد بس واحد للتابلت تبعي، مو طبيعي يا ماميتو. اصلا ما اشتريت الا لالي، اليوم الياس داي تبعي وبدي انتقم منك، بدي زعلك مثل ما زعلتني. وهدول الكفرات كلياتهم لالي، شو رايكم جايز؟ بدي تعطونا رايكم بالتعليقات انو اكتر واحد حبيته. هلا انا حبيت هذا اللون بينك وعليه تفاحه كتير حلو. خلودة المطموز احكي لنا انت انو اكتر واحد حبيت. والله انا محتار ماميتو، مو طبيعي، بس حابب هذا الدوغ يلي هيك عليه تفاحاية، حاطي له تفاحاية من ورا. بس ليش حاطينه بالمقلوب ماميتو للتفاحاية؟ طالع مثل القلب الحب على المقلوب. شوفي هذا شو حلو، هيك مثل الايس كريم، عم زبط لك يا الله شو حلوين يا ماميتو، خايف اطرقك عين
ويقوم ينتزعوا كلياتهم. انت خليكي بعيد وما بدي اشوفك قاعد عم تلعب فيهم، وهن بيضلوا بخير وما بيصل لهم شيء. يا الله هذا الصوص شي حلو، هذا كمان كتير حبيته على فكره، نوعيتهم كتير ظريفه هدول من شي ان، وحتى الدليفري كتير سريع بجننوا، ما توقعتهم هيك، واسعارهم مو طبيعي شو رخيصه. يلي حابب ياخذ رايي بشي ان فانا بنصحكم تشتروا كفراتكم من عندهم. ماميتو لسه هدول تبعات السياره، صرتي بدك تزيني السياره على حظي كمان لانه ما فتحتيهم لسه. وهي فتحناهم عن جد بجننوا. يلا قوم خلودة نحمل حالنا، تاخدنا عجنينة وتعزمني على فنجان قهوة. شو رأيك؟ ما لح قلك خدني على قهوة، اشتري لي قهوة من أي محل، قهوة رخيصة. والله يا ماميتو لو شايفة المصاري يلي معي بكفوا حق قهوة بالهي كنتي أخدتيني على القهوة، بس تعرفي إنه مو صفيان معي كتير، الله يسامحك. خلاص أنا عم بمشي على مثل هو على قد مصرياتك مد رجليك، قصدي على قد لحافك مد رجليك. حاليا انا رايحة اصرف له مصاري لخلودة لنشوف شو بدها تكون ردة فعل. خلودة اشتري لنا اندومي، خلينا نرجع على البيت ناكل اندومي، شو رأيك؟ طيب ماشي، خدي من هاي السفرة، لا تاخدي من الرف الفوقاني، غالية مامي تبع الرف الفوقاني، خدي من تبع الرف تحتاني بليز. وهي قهوة رح اشتريها، هاي القهوة كتير بحبها الستاربكس، شو رأيك خلودة؟ صحتين ماميتو، ان شاء الله صحة وهنا. ولا مو طالعة من قلبك، لأنه مو طالعة من قلبك رح خليك تشتري لي سكيتوز، وأنا بدي آكلها وأنت بدك تقعد تتفرج علي. استنى كمان بدي أتحلى، بدي أشتري أصابع النوتيلا هاي. امشي ماميتو رح يسكروا، رح يسكروا المحل، بسرعة يلا تعالي. خلودة ليش عم تكذب؟ لسه ما رح يسكروا، بدهم شي 3 ساعات ليسكروا. لأنه خلصتي لي كل المصاري، ما خليتي لي ولا شيء، انا شلون بدي اشتري القطار تبعي؟ بعتذر يا خلوده بس انا عم باخذ بيتاري منك، نسيت شو عملت فيني بهداك الفيديو وشو طلبت مني؟ وهي سكيتلز وانت ما حتاكل شيء، بس ولا هاتها. الله يسامحك بس. يلا قوم بدك تلعب هاي اللعبه يلي انت بتخاف منها. بس مامتو هاي اللعبه انا كثير بخاف منها. هاي جايز، هاي انا خايف. معلش لازم تلعبها مشان تقوى شخصيتك وما تخاف من شيء، لانه سهله خلوده كل الاولاد الاصغر منك بيلعبوها وانت بتضلك خايف. شفت شو حلوه؟ لا مو حلوه اصلا. طيب يلا تعالي هزني، بدي اياك تهزني وقويه. ماميتو بس انت كثير ثقيله، شلون بدي هزك؟ قويه بالشده، ما بننزل الا بقتله. ايه خلص خلص خلوده، يسلم ايديك، خفت عليك يصير لك شيء وانت عم تهز. يلا هلا انت بدك تهز حالك، يلا تفوش حالك، انا ما لحزك ابدا. يلا برافو، يا سلام. يلا حاجة قوم نروح على البيت لانه انا بردت وبوظت. قصدك نروح على البيت لانه خلص في المصاري ما بقى في شيء تصرفي، مو هيك؟ الله يسامحك. لسه جاية اعظم بالبيت، هلا انا رح اشرب بفنجانك وانت رح تشرب بفنجاني، بعرفك ما بتحبه لفنجاني، لهيك رح تشرب فيه وانا رح اخذ لك فنجانك واعمل فيه قهوة. لا لا لا، يا اعوذ بالله، بدك تشربيني بفنجاني؟ ايوه عملت لك حليب سخن مشان هلا تقعد، بديك تجهز حالك تنظف لي هي البيترينا، تفضل هي كاستك الحليب، بتقعد بديك تفضي لي اياها. كيف يعني مامي تفضي لك اياها؟ ما فهمت. يعني يا شطور شلح جاكيتك هيك لانه رح تشوب، بتفضيها كلها، بتقيم كل الاغراض، بتحطهم على الطاوله وبتمسحهم، وبعدين بتمسح البيترينا من جوا، وبعدين بترجعهم وحده وحده، يعني بدي اياها عم تلمع. وليه هي بشغلتها طويله؟ كثير صعبه يا ماميتو. والله لألا لبابا على كل شي عملتي فيني اليوم. ماشي. لا ماميتو ما بيصير تقول لدادي لأنه حرام الواحد يفسد، الله ما بيحب الفساد. طيب أنا آسف ماميتو، تعال أحكي لك هالقصة، سليكي وسلي هالجايز اللي عم بيشوفونا. هات لشوف شو هي القصة، شو اسمها؟ هي قصة النمر والحمار. يا سلام على هالعنوان الملفت. طيب يلا حكي لنا يا. والله يا ماميتو يوم من الأيام إجا حمار ونمر قاعدين عم يتناقشوا انه شو لون العشب. الحمار قاعد عم يقول لون العشب ازرق، بس النمر عم يقول له لا، لون العشب مو ازرق، لونه اخضر. واحتد النقاش وصاروا يتصادموا مع بعض، هاد بيقول ازرق، النمر بيقول له لا اخضر. بالاخير يا حزرك شو صار؟ يا لطيف شو صار بعدين؟ بعدين يا ستي قرروا هن الاثنين انهم يتحاكموا عند الاسد، فراحوا لعنده لحتى يحكم بيناتهم. ايه كمل شو صار بعدين؟ يلي صار انه اجى هالاسد وطلع على عرشه وبلش الحمار يعيط ويقول يا صاحب السمو، مو مزبوط انه العشب لونه ازرق. قام رد عليه الاسد وقال له، قال له اذا انت شايفه ازرق فمعناته لونه ازرق. ولا شفتك وانت عم تغش، ليش عم تشرب بفنجانك؟ ما قلت لك هذا الفنجان انا بدي اشرب منه اليوم؟ اسف ماميتو خليني كمل القصه. المهم قام الحمار
نط وفرح، قال له النمر خالفني الرأي وقعد يقول إنه العشب لونه أخضر لازم تعاقبه. أم والله ملك هالغابة أعلن عقوبة على النمر، وكانت عقوبته إنه ما يحكي 3 أيام، يلتزم الصمت وما يحكي ولا كلمة. وفرح الحمار وصار ينط وروق وصار يعيط ويقول العشب لونه أزرق والعشب لونه أزرق وهي. وبس راح هالحمار ضل النمر والأسد لحالهم. قام إجا هيك النمر قاعد يحكي مع ملك الغابة الأسد، قال له ليش ما أنصفتني يا ملك الغابة؟ العشب لونه أخضر وأنت بتعرف إنه لونه أخضر، وفوق هاد كله رحت وعاقبتني، ليش هيك عملت؟ رد عليه الأسد وقال له، قال له للنمر أنت بتعرف وشايف إنه لون العشب أخضر. قال له النمر طيب معناتها ليش عاقبتني؟ رد عليه الأسد وقال له، قال له العقوبة اللي عاقبتك ياها ما لها علاقة بلون العشب إذا كان أزرق أو أخضر، أنا عاقبتك بسبب الإهانة، إهانة إنه مخلوق مثلك، نمر مثلك، شجاع وقوي وذكي، يروح يضيع وقته ويتناقش مع الحمار. وفوق كل هاد بتجي لعندي وبتزعجني بس مشان تسألني على سؤال أنت متأكد من صحة إجابته. يا سلام يا خلودة، يعني شو العبرة والعزة من هاي القصة؟ العزة والعبرة ماميتو إن الواحد لازم ما يضيع وقته ويتناقش مع أشخاص هيك أغبياء وأشخاص ما بيهمهم إلا ينتصروا بالنقاش حتى لو كان غلط أو صح. لازم أبداً أبداً ما نضيع وقتنا بنقاشات ما لها معنى وما لها مغزى. يقبشني خلودة، أحلى عبرة وأحلى عزة، ويسلموا إيديك والله يعطيك العافية، وكمل كاس الحليب تبعك، ويلا تعال نحل وظيفة الرياضيات مشان نحط راسنا وننام. ماميتو ما لح تساعديني؟ لا خلودة، لأنه كتير سهلة، بس احزر شو هو الرقم الناقص. هاي وظيفة الآن سحطتلك إياها مشان تحلها لحالك، ما بصير نغش. ليكك عرفتها 9، برافو، وهي حطوا لك صح. هي جاوبت أول واحد، لسه باقي لي هيك لرقم العشرة. برافو خلودة، يلا باقي لك آخر 2، برافو، هي رقم 3، 1، 2، الرقم الناقص هو 3، وهون شو ناقص؟ 4، شو بعد 4؟ في رقم 5. برافو خلودة، هيك أخذت 10 من 10، وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بالفيديو. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة، ومين بده فيديو صالح فيه خلودة وعوضه عن كل شيء قهرته يا اليوم يحكي لي بالتعليقات. يلا ضلوا بخير، باي. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا يا أحلى متابعين بالدنيا كلياتها. يلا ضلوا بخير وحطونا لايك، باي.